فيلم سياسي، حضرتك تكلمنا عن التجربه دي. هقول لك انا تجربه برضه لطيفه. انا كان ليا لقاء يساريين مروا بعمليه المعتقل الاعتقال والسجون وقاسوا في السجون وكانوا بيحكوا. احنا قاعدين بيحكوا، انا كنت في دماغي عايز اعمل فيلم عن الحاجات اللي انا بسمعها دي. حاولت اقعد اكتب يعني الشخصيه الفلانيه حصل معاها كذا والشخصيه الفلانيه يعني، بس عايز اربطها مش عارف. المهم بقى بتاع الكورنر كانت بتتنشر في الاراء، فقريت انا ده اللي انا عايزه. الاول عدد الاول الثاني عدد لا انا عايزه. فرحت مكلم استاذ الله يرحمه توفيق نجيب محفوظ. يا استاذ نجيب انا عايز القصه دي. قال لي والله يا ابني من ربع ساعه بس نحن ممدوح الليسي لسه مشتري. قال لي ممدوح الليسي يا ممدوح انت اشتريت القصه مبروك بس انا هعملها. قال لي طب بس استنى لما نشوف. قلت له مفيش هنستنى، مفيش هنستنى انا هعملها يعني واعملها ببلاش. بس المهم يعني طبعا هو تحمس ان هو يعني الفيلم ورصد له بقى مجموعه النجوم الكبار بتاعتهم. كان يعني في حشد كبير خلص الفيلم. انا لازم تبقى حكومه رئيس الجمهوريه ان شاء الله. فوقت بعد الفيلم عملوا لجنه وكان فيها الله يرحمه الاستاذ ثروت عكاشه. لا مش ثروت، استنى. ايه؟